السلام عليكم أحبتي الكرام، وصلنا الآن إلى الدرس 91 من هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. كلمة boat boat كلمة مهمة جدا، خلينا نتعلم أهم استخداماتها في جمل والمرادفات لكلمة boat فقط في دقيقتان. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس مباشرة حين نشرها. أما دروس سابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف. كلمة boat boat تأتي بمعنى قارب، زورق أو سفينة. boat boat boat. خلينا نتعلم بالمثال الأول كيفية استخدامها. He made a boat for himself. He made boat for himself. صنع قارب لنفسه. هو صنع قارب لنفسه. He made a boat for himself. He made a boat for himself. هو صنع صنع a boat قارب for himself. اكتب هذه العبارة في كراسك وكررها باللفظ الصحيح 5 مرات حتى تتقنها بشكل جيد. خلنا نأخذ المثال الثاني. A boat was at the landing ready to take him on board. كان القارب في رصيف المرفأ. At the landing في رصيف المرفأ. مستعد ready to take him لأخذه on board على متن السفينة. كلمة board مرت علينا سابقا في الحلقات القريبة الماضية وشرحناها بالتفصيل. إذا كنت راغب في متابعتها ارجع وراجعها حتى تتعلم كيفية استخدامها. A boat was at the landing ready to take him on board. ممتاز، خلينا نقرأها مع الآن. A boat was at the landing ready to take him on board. ممتاز، كرر هذه العبارة 5 مرات الآن باللفظ الصحيح حتى تتقنها بشكل جيد. A boat was at the landing ready to take him on board. ممتاز، خلينا نأخذ أهم مرادفات كلمة boat. skiff قارب. ship سفينة. keel أيضا سفينة. yacht سفينة شراعية. yacht. هذه أهم مرادفات كلمة boat، حاول أن تكتبها وتكررها باللفظ الصحيح حتى تحفظها بشكل جيد. خل راجع اللفظ مالتها بشكل سريع. skiff ship keel yacht. skiff ship keel yacht. أما الآن استخدم كلمة boat في جملة. ضع كلمة boat في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو حتى استفاد منها الآخرون أيضا. شكرا لكم على المتابعة، استمروا بالمثابرة بتعلم اللغة الإنجليزية وانتظرونا في الحلقة القادمة مع الدرس 92 مع كلمة book. انتظرونا قريبا، إلى اللقاء.